يوم الثلاثاء المقبل وفي ذكرى السادس من أكتوبر، هذه الذكرى العزيزة على قلوب المصريين، سنكون في استضافة أسرة الزعيم الراحل محمد أنور السادات. والحقيقة هذه المرة هي المرة الأولى التي تظهر فيها الأسرة مجتمعة. دايما كنا بنعمل حوارات مع السيدة جيهان أو السيدة جيهان والأستاذ جمال، لكن المرة دي هي الأسرة مجتمعة، السيدة جيهان السادات، المهندس جمال السادات، السيدات لبنى نهى وجيهان السادات، وأيضا الأحفاد الذين كانوا موجودين في المنصة لأول مرة. وبشكر الأسرة العزيزة اللي اختصتنا بهذا الحوار، الزعيم والأب السادات بين النصر والمنصة. في ذكرى السادس من أكتوبر لا يمكن إلا أن نكون مع أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات. يمكن لأول مرة الأسرة كلها مجتمعة. أنا فرحانة طبعاً بانتصار 6 أكتوبر، ما فيش شك. أول ما شفته قلت له يا ابني أنت ولد الراجل من بعدي، فأنت تخلي بالك من المنطق وكده. الحقيقة اللي كان اليوم الرهيب اللي هو كان يوم 6 أكتوبر. والله خايفة يفتحوا ويضربوه. لحظات الاغتيال، الرئيس أصيب وفي مستشفى المعادي. أنا أول ما دخلت اترميت عليه ما حسيتش. أفرج عن الإسلاميين وهم دول اللي قتلوه. بعد كده والله كان عنده حق، كان حاسس، ما كانش يتمنى موت أحسن من دي. عايزة أغني لك إيه في الفرح؟ فقلت مين عبد الحليم بذات نفسه. هدية صغيرة من جدة لجد. بيت اللي عزيز علينا جميعا وعزيز على كل المصريين، لكن له طبعا والأسرة في قلبي أنا شخصيا معزة خاصة.